يعني بقول الاول ان ده انجاز تاريخي لرجاله النادي الاهلي، مش لعيبه النادي الاهلي، لرجاله النادي الاهلي اللي هم كانوا على قدر المسؤوليه النهارده، بالرغم من ان انا كنت متخوف جدا من المباراه دي، واقول النادي الاهلي لو مركزش ممكن المباراه دي تقلب بعكس بسكور، ما قلتش خالص النادي الاهلي يخسر، لا قلت لازم يركز عشان الفرقه دي تقيله. لكن الف 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 مبروك لرجاله النادي الاهلي تاني، بالرغم من غياب اربع لعيبه اساسيين اربعه تقال يا بوب النهارده، لكن الاهلي بمن حضر زي ما بيقولوا. يعني النهارده وليد سليمان مش موجود، علي معلول مش موجود، حسين الشحات مش موجود، كهربا مش موجود، ما حسيناش بغياب الناس دي خالص يعني. لان كان في رجاله في الملعب،